برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بنت أنيل. قربنا من المؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 78، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل تحت طبعا رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة احنا النهاردة موضوع غاية في الأهمية، متصل اتصال مباشر بكوب 78، عفوا كوب 27، وهو أن مؤسسة شباب بالقادة للتنمية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة أطلقت حفل إطلاق برنامج قادة المناخ، واللي يهدف طبعا إلى دعم أفكار الشباب وتسليط الضوء على المشاريع التي يقودها الشباب لمواجهة تحديات قضايا المناخ. احنا هنفتح هذا المجال من ناحيتين. يسعدنا أن يكون معنا الدكتورة أميرة ثابت، عضو مؤسسة شباب القادة ومشرفة برنامج هي تقود. أهلا بحضرتك، صباح الخير صباح في الدور. برنامج أهلا. بنت النيل. ومعايا أيضا الطالبة نغم سامي من المشاركات في برنامج قادة المناخ، صاحبة مشروع تحويل إطارات السيارات المستعملة إلى أثاث منزلي، وهو ده الحقيقة هيبقى عنصر من أهم العناصر بالنسبة لكوب 27 اللي هيقام في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وهو موضوع تدوير السلع. إحنا معانا دلوقتي هذا التقرير، وأبدأ معكم هذه الحلقة. المرأة شريك أساسي وفاعل في مختلف قضايا المجتمع، ومن بينها قضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في الحفل الافتتاحي لبرنامج قادة المناخ الذي نظمته مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يهدف إلى سماع أفكار الشباب ومشاريعهم المتعلقة بحل تحديات قضايا المناخ وتوفير الدعم سواء المادي أو الفني، وذلك في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ. كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى رؤية مصر التي تم عرضها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في مارس الماضي بعنوان قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة. وأوضحت أن رؤية مصر أكدت أن التفاوتات المختلفة في قضية تغير المناخ لا تضع المرأة ضمن أكثر الفئات تضررا وحسب، بل تشير إلى أن المرأة عنصر أساسي لتحقيق التغير المأمول في التعامل مع مختلف جوانب التغير المناخي. وكانت رؤية مصر قد اشتملت على عدة محاور أساسية للحوار في قمة المناخ المقبلة، من بينها العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عمليات التكيف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والاستفادة من فرص توظيف المرأة في عمليات الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد، بالإضافة إلى معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية لتدهور البيئة على المرأة. من جانبهم أكد المشاركون أهمية العمل على دعم الشباب من الجنسين والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم كأجيال جديدة لمواجهة التغير المناخي، كما أشاروا إلى دور الشباب كجزء رئيسي وفاعل في حل مشكلة مواجهة تحدي تغير المناخ خاصة في مجال ريادة الأعمال. وفي إطار دعم الاستثمار المستدام، ينظم برنامج قادة المناخ مسابقة لاختيار أفضل الفرق الفائزة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
برحب بحضراتكم مرة أخرى، ودكتورة أميرة ثابت برحب بها مرة أهلا بحضرتك يا فندم. ما هي برامج مؤسسة شباب القادة؟ عايزين نحط نظرة يعني شاملة وعميقة على مؤسسة شباب القادة. اتفضل. صباح الخير وشكرا صباح جدا النور. على الاستضافة النهاردة، ميرسي لحضرتك. مؤسسة اتفضل. شباب القادة هي مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع المدني، ابتدينا في 2017 من 5 سنين. عندنا أكتر من برنامج بيدعم الشباب. أول برنامج معانا هو برنامج القادة، وهو دوره أنه بيبحث عن الطلاب النشطين والفعالين داخل الجامعات، وبيبتدوا يكون بيبتدوا يقدموا للبرنامج، وإحنا كل سنة بيكون عندنا أكتر من 18,000 متقدم للبرنامج، وبيعدوا بمراحل تقييم مختلفة، هي 5 مراحل للتقييم، وبيطلع منها قادة المؤسسة أو مؤسسة شباب القادة، بيطلع منها القادة، وبيكون في خلال ال3 دفعات عندنا 160 قائد. تاني برنامج هو برنامج منصة الأنشطة الطلابية. احنا لما جينا نشوف الطلاب دول ايه سر نشاطهم، او ليه هما فعالين، او ايه اللي كان بيساعدهم اكتر خلال رحلتهم في الجامعة، كان دايما اجابتهم الأنشطة الطلابية. فبالتالي احنا قلنا نعمل برنامج منصة الأنشطة الطلابية اللي بتجمع كل الأنشطة الطلابية من اول اسكندرية لغاية أسوان. وثالث برنامج هو برنامج هي تقود، وهو أول برنامج يدعم طالبات التعليم الفني في مصر. البرنامج ده هدفه أنه يخلي طالبات التعليم الفني رائدات أعمال، ويكون عندهم مشروع يكون مصدر دخل ليهم. طيب احنا معانا بقى يعني صاحبة مشروع تحويل إطارات السيارات المستعملة إلى أساس منزلي، والمشارك مشترك المشا يعني في مشاركة من جانبها في برنامج قادة المناخ، دكتور أيضا نغم سامي. نغم احكي لنا بقى يعني تفاصيل انضمامك لبرنامج قادة المناخ وازاي اشتركتي فيه. هو أنا برحب بحضرتك. أهلا بيكي حبيبتي. انا كنت عرفت المسابقه من على الفيسبوك، شفت البوست ومليت الفورم فيه وقدمت. الفكره كانت موجوده عندي من عندي انا ومامتي صراحه من 6 سنين، بس هي الفكره انا ما كنتش عارفه عن المسابقات وكده. الجامعه البريطانيه هي اللي كانت مشجعاني على ده، ان هم بيشجعوا على ان احنا نخش المسابقات والكلام ده، فيعني هم كان في تشجيع منهم ان انا اقدم في المسابقات. طيب قدمتي في المسابقات، الحقيقة أنت ليكي يعني نشاط هائل جدا، تحويل إطارات السيارات إلى أساس منزلي، وهو إحنا لما نيجي نتكلم عن تغير المناخ إحنا الحقيقة دي حاجة مهمة جدا، تدوير الإطارات. عايزة أتكلم معاكي عن هذه النقطة. التفاصيل هو طبعا بيأثر طبعا على البيئة، بسبب ان احنا الإطارات المستعملة احنا بنحرقها عشان نتخلص منها، لان هي غير قابلة ان هي تتحلل طبيعيا، فلازم بيحرقوها. فالحرق ده بيبقى ناتج عنه الدخان اللي بيطلع ده بسبب تلوث الهواء، ومع تلوث الهواء ان هو طبعا الناس اللي هيتنفسوا الهواء ده يسبب لهم ممكن يسبب لهم سرطان الرئة وامراض تانية كتيرة. حاجة كمان، الدخان لما بيطلع بيسبب ان طبقة الأوزون بتكبر، فبيخلي الأشعة الضارة من الشمس بتخش وبتسبب أمراض زي أمراض السرطان والحاجات دي في الجلد، أمراض سرطان الجلد بالذات بالأخص كمان الكاوتشات كمان لما بتتحرق. احنا في عندنا عدد مهول، يعني عندنا في مصر في حوالي احنا 12 مليون عربية بتستعمل عندنا في مصر، ففي عدد كبير من الناس اللي بيغيروا الكاوتشات وبتتحرق. فالفكرة كلها ان هي كمان هي الكاوتشات دي حرقها بيأثر على المياه الجوفية. ازاي؟ بعد ما هم بيحرقوا الكاوتشات، لو في اي مادة حمضية بتلمس الكاوتش بعد ما تحرق، ده بيسبب ان هو بيعمل تفاعل كيميائي وبيطلع مواد سامه، الارض بتمتصها وبتنزل على المياه الجوفيه، ده بيلوث الميه طبعا. اكيد. طيب احنا الحقيقه يعني انا فريق الاعداد وراني حاجات انتوا عملتوها الحقيقه في منتهى الجمال، يعني الحقيقه ما نحسش ان ده نتيجه تدوير مخلفات معينه، وهو
إطار السيارات. حضرتك رأيك إيه دكتورة نادر؟ طبعا يعني هم لما قدموا للبرنامج أنا برضو يعني كنت فخورة جدا بيهم، وإن هم قد إيه الشكل النهائي من المنتج بتاعهم يعني ما يبينش إلا لو هم قالوا إن ده من إطارات السيارات، لكن غير كده طبعا ما كانش حد يتوقع ونقدر نستخدمه في أي مكان في البيت. فيعني بصراحة حتى هم كمان ضافوا له قماش وسفنج، فيعني بصراحة يعني هم من الفرق اللي كانت متفوقة جدا إن هم يقدروا يعملوا إعادة تدوير للمنتجات بشكل جميل جدا طبعا. طيب احنا هنيجي عند كوب 27 واللي هينعقد في شرم الشيخ طبعا تحت مظلة الأمم المتحدة، وطبعا بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كتير خلينا ننزل بقى يعني بالعامية كده، كتير من المواطنين بيقول لك ايه التغيير المناخ، عبارة عن ايه تغيير المناخ، يعني ايه تغيير المناخ، هيحصل ايه؟ الموضوع الحقيقة يعني لازم فعلا يبقى في نظرة عميقة إعلامية لتوضيح مدى أهمية تغير المناخ، ولماذا نستضيف نحن في مصر هذا المؤتمر كوب 78 اللي تم الاختيار مصر. فعايزة من حضرتك كده زي بريف أو تلخيص لأهمية هذا المؤتمر. طبعا هو يعني مؤتمر كوب من أهم المؤتمرات اللي بتكون معمولة للمناخ، وكمان إن هو من السنة اللي فاتت كانت التوصيات إنه الشباب هم أثر فعال جدا في تغير المناخ. يعني هم قالوا إنه لا يعني هتكلم عن تأثير تغير المناخ في حياتنا طبعا. اللي احنا ممكن ايه اثاره السلبية علينا. طبعا تغير المناخ ممكن يأثر بشكل كبير جدا عن السواحل عندنا في مصر. يعني كان من ضمن التوقعات ان احنا ممكن محافظة اسكندرية كلها تكون بتغرق بسبب تغير المناخ. ممكن كمان ارتفاع درجة الحرارة يعلي منسوب المياه، فبالتالي يبتدي يكون في مشاكل على المناطق الساحلية، وكمان الأراضي الزراعية زي الدلتا ممكن تكون بتتأثر من حاجة زي كده. فطبعا يعني ده سبب من أسباب اهتمام مصر يعني بقضية المناخ أو تغير المناخ. طيب طيب خلينا بقى نتكلم عن برنامج قادة المناخ في دعم أفكار الشباب، كيف يساهم؟ احنا لما كان عندنا الثلاث برامج الاوليين اللي قلتهم لحضرتك كان دايما بيبقى فيه مشاريع خاصه باعاده التدوير، مشاريع خاصه للبيئه او ازاي يقدروا ان هم يقللوا تغير المناخ. فقلنا انه ليه ما يكونش فيه برنامج مخصوص لقضيه المناخ، لانه طبعا دي قضيه مهمه جدا وقضيه فعاله في الفتره الحاليه. فمن هنا ابتدت او انطلق برنامج قاده المناخ. البرنامج في الاول بيكون فيه زي استماره تقديم الطلاب بيقدروا يقدموا عليها، او الفريق هو بيكون دايما فريق، يا اما طلاب في الجامعه او نشاط طلابي، او لو شركه ناشئه زي ستارت اب او كده يكونوا بيقدروا يقدموا معانا للبرنامج. بعد كده بيكون في مرحله التقييم، بنبتدي نعرف اكتر مشاريع الطلاب او الفرق، ايه هم الحاجات اللي بيعملوها، افكارهم، نبتدي نديهم نصايح ازاي يطوروا المشروع بتاعهم. وبعد كده في فرق بتنضم معانا للبرنامج. الفرق اللي بتنضم للبرنامج بيبتدوا يدخلوا في رحلة التنمية. رحلة التنمية بتكون فيها حاجات كتيرة جدا، بتشمل أجزاء كتيرة زي تدريبات تقنية أو غير تقنية وورش عمل. في التدريبات التقنية بيكون لكل مجال جوه مجال البيئة، يعني مثلا لو في فريق شغال على جزء المياه، لو في فريق شغال على إعادة التدوير، بيكون في خبراء ومختصين في هذا المجال معاه بيعلموهم وبيقولوا لهم ايه النصايح وبيساعدهم وبيمشوا معاهم يعني خطوه بخطوه او ستيب باي ستيب لغايه لما يوصلوا لنهايه المشروع بتاعهم. وكمان ورش العمل بتكون اكتر كمان جلسات حوار عشان يعرفوا اكتر عن التغير المناخي وقضايا البيئه، وبتكون مع خبراء وبيطلعوا من ورش العمل دي بتوصيات وترشيحات هي اللي هتكون موجوده في المسابقه النهائيه. وبعد مرحلة التدريبات بيبتدي يكون في مسابقة نهائية اللي بيتعرض عليها كل أو لجنة التحكيم النهائية اللي بتعرض عليها كل المشاريع، وتبتدي لجنة التحكيم اللي تقيم المشاريع وتنقي مين الفرق اللي هتكون فايزة في كل مجال، إذا كان هم فريق في طلاب في الجامعة أو نشاط طلابي أو شركة ناشئة. وطبعا بيكون ليهم الدعم المادي والدعم الإعلامي لهذه الفرق. طيب خلينا نشوف نغم يعني
طبعا فكرة تدوير الكاوتش الإطارات السيارات لتصبح يعني أساس منزلي، أكيد في صعوبات قابلتكم في الموضوع، فكلميني عن الصعوبات اللي قابلتكم، وبعدين هل بيتم التسويق يعني المنتجات دي أنتي بتبيعيها بعد كده؟ هي المنتجات طبعا هي هتتباع بعد كده، وكمان هي هتفيد ان هي هيبقى سعرها اقل من الاساس العادي. كانت المشاكل اللي كانت واجهتنا في الاول، في البداية كان من 6 سنين لما جينا عملناها، كانت الفكرة، كانت المشكلة في التحرك الاساس نفسه من مكانه، ان انا عايزة احركه، فاحنا وجدنا لها ان هي نحط لها عجل، فبقت سهلة جدا ان هي تتحرك يمين وشمال، والكراسي والحاجات دي بقت مريحة فعلا، هي القعدة عملتوا عليها ايه مريحة. بقى؟ يعني ايه المنتجات اللي طلعت من التدوير؟ المنتجات احنا عملنا كرسي، وعملنا ترابيزة، لو شفت ترابيزة حلو وبوف وبوف كمان، دول اللي اتعملوا لغاية دلوقتي، ولسه في افكار تانية بس لسه ما عملناهاش. هتخشوا بقى بيها معارض، ولا هتسوقوها عبر النت، ولا هتعملوا ايه؟ احنا عايزينها نفتحها مشروع ان هي يطلع للناس، ونوفر فرص عمل للناس والشباب والسيدات عشان يفتحوا يشتغلوا، وكمان السيدات بالذات علشان بيبقى عندهم كرياتيفيتي عالية في الديزاينز والحاجات دي، فهم هيعملوا ابداعات فيها ويوفر لهم برضو فرص عمل، طيب مشروع انا يطلع هاخد النور. النقطة دي من حضرتك دكتورة نادية في النهاية، في مسألة تدوير السلع وتحويلها، هيبقى الموضوع سهل في التسويق؟ طبعا هو من ضمن الدعم اللي بنقدمه للطلاب او المشاركين في برنامج قاده المناخ، هو التدريبات الغير تقنيه اللي هي بتكون في رياده الاعمال، من اول يعني ايه هم ان شاء الله هيكونوا اصحاب شركات وعندهم فكره او نموذج اولي هيحولوه لمنتج، فبالتالي هم لازم ياخدوا تدريبات في رياده الاعمال تكون بتساعدهم انه ازاي نسعر المنتج بتاعنا، ازاي نعمل خطه تسويق، ازاي نعمل خطه عمل للمشروع بتاعنا. عشان بدون مقاطعه حضرتك، هو عظيم في هذا البرنامج ان شبابنا هم اللي بيقوموا بهذا العمل. طيب انا في نهايه هذا اللقاء دكتوره اميره ثابت، عضو مؤسسه شباب القاده، مشرفه برنامج هي تقود، انا بشكرك معانا. شكرا. وايضا الطالبه نغم سامي من المشاركات في برنامج قاده المناخ، وصاحبه مشروع تحويل اطارات السيارات المستعمله الى اساس منزلي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. احنا متواصلون مع حضراتكم، احنا معانا الفقره القادمه ريهام فؤاد، مدير مشروع الاسر البديله بوزاره التضامن الاجتماعي. بدات في تعديل اللائحه الداخليه في كفاله الاطفال عبر الاسر البديله. احنا ده موضوع يعني الحقيقه مهم جدا جدا، في نواحي كتير إنسانية اجتماعية بيؤثر على المجتمع بشكل أو آخر من الناحية الاجتماعية. ألقاكم بعد هذا الفاصل.
لابد ان احنا ننتبه كمصريين لاعطاء سيدات مصر العظيمات المكانة التي يستحقونها واللي أخذوها بجدارة. برحب بحضراتكم مرة أخرى حول آليات دعم الأسر البديلة لحماية الأطفال وتوفير رعاية أسرية لهم. ستكون هذه الوقفة الحوارية الآن. يسعدنا أن يكون معنا أستاذة ريهام فؤاد، مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي. أنا برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك في برنامج بنت النيل. عايزين نتكلم على استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة، بس قبل أن أبدأ، ما هو مفهوم الأسر البديلة؟ طبعا وزارة التضامن الاجتماعي بتهتم بكفالة والتوسع للأطفال كريم النسب اللي هم محرومين من الرعاية الأسرية، اللي هو الطفل اللي اتولد بدون عائل، بدون ليه أب وأم، وتم إيداعهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تبع لوزارة التضامن الاجتماعي. الملف ده ملف مهم ومهتم بيه من قبل معالي الوزيرة نبيل القباش وطبعا السيد الرئيس، ان احنا نهتم بان احنا نخفض استيعاب الاطفال في دور الرعايه وزياده كفالتهم في الاسر البديله، طبعا بشروط معينه وقواعد وضعتها وزاره التضامن الاجتماعي بالنسبه للاطفال كريم النسب. يعني بس احنا عندنا طبعا التبني في الحرام اسلاميا، تمام. دي كفاله، دي كفاله. بتبقى عباره عن ايه بقى الكفاله؟ الكفاله ممكن يبقى موجود في دار الايتام او موجود عند الاسره، يعني بيبقى ايه الكفاله؟ ان انا اكفل الطفل ده اجيبه عندي في بيتي بشروط معينه وضعتها وزاره التضامن الاجتماعي من خلال اللائحه المنظمه للعمل الخاصه بالاسر البديله، تمام. طبعا من الشروط ان انا يكون في زوجين صالحين هيكفلوا الطفل ده، يوفروا له حياه كريمه، يكون سنهم من 21 ل 60 سنه، يكون البيئه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه اللي هيتربى فيها الطفل تكون بيئه صالحه ان هو يتربى فيها، تكون امنه على الطفل ده، تكون قريبه من الخدمات، ما يكونش مكان متطرف او بعيد عن الخدمات اللي هي زي المدارس او المستشفيات، تمام. لان الاسره اللي هتاخد الطفل ده هي مؤتمن عليه، هو في الاول في الاخر ابن وزاره التضامن الاجتماعي، تمام. غير كده وكده يكون احد الزوجين مصريين، يعني كان الاول في القانون او اللائحه القديمه ان لازم الاثنين يكونوا مصريين، لا دلوقتي يجوز صلاحيه. في تشريعات جديده يعني مؤخرا صدرت ممكن نتكلم عليها؟ احنا التعديلات اللي هي الخاصه بشروط الكفاله، يعني كنا الاول بنشترط ان الاثنين يكونوا مصريين في كفاله الطفل ده، طبعا كفاله الطفل ده بتكون في البيت عند الاسره مكونه من اب وام، ان انا بيتم استلامه من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه على مستوى الجمهوريه الخاصه بوزاره التضامن الاجتماعي. احنا بنسلم الاطفال من سن 3 شهور لغايه يعني 18 سنه، تمام. الطفل ده لما بيتسلم للاسره لازم تكون منطبقه عليها الشروط الخاصه اللي وضعتها في اللائحه المنظمه للعمل. ايه وزاره التضامن الاجتماعي؟ الزوجين سنهم من 21 ل 60 سنه، احدهما يكون مصريا. تاني حاجه البيئه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه تكون الاسره قادره ان هي هتربي الطفل ده. يجوز للارامل والاناسات والمطلقات. ومعانا الان عبر الهاتف الدكتوره اماني الشريف، عميد صيدله بنات جامعه الازهر. برحب بيكي دكتوره اماني، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حضرتك. عايزين نعرف اهميه تمكين المراه في العلوم، علوم الصيدله. هو حقيقي مجال علوم الصيدله من انسب المجالات للمراه، وتمكين المراه فيها بيخليها دايما رائدة أعمال، لأن هي تقدر من خلال تعلمها علوم الصيدلة إنشاء مشروعات خاصة بيها، بداية من إنشاء صيدلية لإنشاء مصانع صغيرة للمستحضرات الصيدلية الخاصة على سبيل المثال بالتجميل، أو اللي خاصة بالمستحضرات المبنية على المواد الطبيعية. واحنا عندنا في الكلية حاضنة رواق القاهرة، وهي حاضنة بتأهل الصيدلانيات دي سوق العمل عشان يكونوا رواد أعمال في مجال النباتات الطبية والعطرية والمستحضرات
المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية. طيب احنا عايزين يعني حضرتك بتقدمي دفعة رقم 25 دفعة اليوبيل الفضي بنات صيدلة الأزهر بنات الغد 200. حضرتك عايزة تقولي ايه من هذا الإهداء؟ احنا عايزين نقول ان احنا طلعنا 25 دفعة، الدفعات بتاعتنا كلها تميزت الحمد لله بكفاءة الخريجات. احنا عندنا الخريجات بتوعنا موجودين في بيعملوا في مجالات مختلفة وبيخدموا المجتمع سواء المصري او العالمي، في مجال الطب الشرعي، في مجال هيئة الدواء المصرية، في مجال مصانع الدواء، في مجال المشاركة في كل الجامعات على مستوى العالم سواء في أمريكا، في بولندا، في النمسا، في الكويت، في السعودية، جوه الجامعات المصرية. الحمد لله 25 دفعة يشهد لهم بالكفاءة العالية جدا. احنا شارك معانا في الاحتفالية دي أعلى مستوى تمثيل منظمة الصحة العالمية في مصر، وهي مدير مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، وده علشان مشاركة الكلية بجدارة سنويا من سنة 2018 وحتى هذا العام بمبادرة مبادرة الصحة العالمية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية. طب قبل أن يدهلنا الوقت، حضرتك إيه الطموحات المستقبلية؟ الطموحات المستقبلية إن فعلا طالبات كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر يوما هم يكونوا في الصدارة، لأن هم بيشهد لهم سوق العمل زي ما أنا قلت بكفاءتهم يعني المهارة الكبيرة بتاعتهم. فإحنا فعلا شركاء في بناء الغد، وإحنا عازمين على ذلك إن إحنا نكون شركاء إن شاء الله في بناء الغد، وإحنا بنعد بناتنا لذلك ليكونوا، لأن إحنا بناتنا نتميز إن هم موجودين في كل بقاع جمهورية مصر العربية، مش في موقع جغرافي بس، إحنا بناتنا موجودين في 21 محافظة، موجودين في الكرة والنجوم، وهم قادرين على تقديم الخدمة الطبية العالية في الجودة في كل أماكن في مصر، وإحنا بنهديهم للدولة المصرية اللي يشاركوا بكفاءة وبجدارة بتحقيق. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة أماني الشريف، عميد صيدلة بنات جامعة الأزهر. أنا بشكرك على هذه المداخلة، وإحنا دلوقتي وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بنت أنيل. مستنية مقترحاتكم وأسئلتكم واستفساركم على صفحة البرنامج. لكم تحيات فريق كل فريق العمل، وإلى اللقاء.